ناخذ اول شيء نرجع نشوف ال 50. رجع هاي ل 50 هرتز ورجع الموديوليشن اندكس لواحد وهاي 50 هرتز. بدنا نطلع الان نشوف الفريكونسي كونتنت تبع الفولتج. نعمل ران. هاي واضح السرعة عندنا، هاي زي المرة الماضية، نفس المرة الماضية، الهدف اليوم مش نشوف التورك، بدنا نشوف ايش بصير، ايش الفريكونسي كونتنت تبع الويف فورمز. هلا أنا اللي عملته هون قبل المحاضرة خزنت السيجنال للورك سبيس، عشان أعمل عليها فاست فورير ترانسفورم، فعملت هون سيف داتا تو ورك سبيس، فالسيجنال اللي جاي للأوسيلوسكوب 6 سيجنالز، صحيح 6 سيجنالز، 3 فولتج، كرنت، هون كرنت تورك الكترومغنتيك تورك والسبيد خزنتهم كلهم خزناهم للورك سبيس. فالان بنقدر نعمل فاست فورير ترانسفورم عليهم. فبنروح هون على الاف اف تي اناليسيس. هلا عندنا هاي الويف فورم شكلها عجيب طبعا هي مش هيك لانها بلس ويث موديليشن، لكن اللي بدنا نشوفه الان انه هي الفاندمنتال فريكونسي تبعتها قديش؟ 50 هرتز ومحمله بالكارير قديش كان؟ متذكرين قديش 8000 هرتز، نتاكد منها مره ثانيه. هي هون اذا طلعنا هون هي الكارير 8000 فرح يضل فيها فريكونسيز لحد 8000 هرتز. فرح نعمل عليها فاست فورير ترانسفورم، بس مهم انه نبين فيها لازم نبين هون انه الفاندمنتال تبعها 50 هرتز. هلا راح اخذ، انا عاده ما باخذ البدايه بتجنب وباخذ بعد فتره، راح اخذ ويف فورم واحده، فراح اخذ سايكل واحده وستارت تايم تبعها 0.4 راح تبدا هون على 0.4 الفاندمنتال فريكونسي 50 هرتز وراح نرتبهم هارمونيك اوردر او بدكم نرتبهم هرتز، خلينا نرتبهم هرتز هلا وبارز راح يعطيني الشكل بارز واخذت الماكسيمم فريكونسي 8000 هرتز نعمل ديسبلاي. هلا هون اذا بنطلع طبعا هذا مش مبين هذا اوف سكيل. هذا اوف سكيل اللي هو الفاندمنتال اللي هو قديش لازم تكون الفريكونسي تبعته؟ مش زيرو 50 فهي الفاندمنتال. هلا بنلاحظ في فريكونسيز صغيره هون نويز ممكن يكون نويز ممكن انا مش حاطط الهاي 100% صحيح شايفين مش شامله شايفين اللون كيف داخل على اللي بعدها لسبب معين هون بادي بس على اي حال الفكره الاساسيه اللي بتهمنا انه في عندي هون فاندمنتال بس خلصنا من كثير من الهارمونكس. مين اللي خلاني اخلص من الهارمونكس هاي؟ الهاي فريكونسي سويتشنج تبع البي دبليو ام. وين بدا اول سيجنيفيكانت هارمونيك؟ تقريبا عند ال 8000، هو فعليا اقل شوي من 8000 بس تقريبا عند ال 8000 وقديش النسبه تبعته عاليه، النسبه تبعته عاليه من نسبه حوالي 32% ولذلك التوتال هارمونيك ديستورشن عالي. لكن شو ميزه انه هذا بعيد عن هذا؟ بقدر اسوي سهل جدا الفلترنج واصلا المحرك نفسه بطبيعته هو اندكتيف لود فطبيعه الاندكتيف لود سهل يتخلص من الفريكونسي مقدارها حوالي 8000 هرتز. فايش راح يصير الان لما نطلع على الكرنت؟ الكرنت كانه بيمثل لي الفلترنج اللي عمله المحرك. فلما نطلع الان على شكل الكرنت راح الاقي التوتال هارمونيك ديستورشن فيه اقل بكثير من هيك. بس احنا مضطرين نعمل هيك لانه احنا فيش عندنا مش قادرين نطلع ساينوسويد من الانفرتر عم نعمل سويتشنج. بس التريك اللي استعملنا الهاي فريكونسي بلس ويث موديليشن على 8000 هرتز او 14000 هرتز فصار عندي فجوه كبيره من الفاندمنتال اللي بهمني وطبعا هذا طالع فوق السكيل من هون. اوكي هذا هون 100% راح يكون وهي عندي الفاندمنتال هون اللي موجود هون. حتى نتاكد من هذا الكلام راح نطلع على الكرنت. فاذا رحنا الان اطلعنا على الكرنت اللي ماشي اللي هو السيجنال الرابع. فالسيجنال الاولى والثانيه والثالثه راح يكونوا زي بعض. اللي هم الاي بي سي. الكرنت من هون اذا طلع على الكرنت هي شكل الكرنت من هون. هلا راح اتجنب الستارتنج لانه في ترانزنت من هون راح ناخذها بالفتره هاي مثلا هون انا ماخذها عند 0.4 وماخذ 1 سايكل 50 هرتز ممكن تاخذ اكثر من سايكل. وعندي هون الفريكونسي اكسس نعمل ديسبلاي.
هلا اذا بتلاحظوا هون نفس الشيء عندي في فريكونسيز بس التوتال هارمونيك ديستورشن الفولتج مقارنه بالكرنت قديش اقل بكثير اه هناك قديش كان 65% هون نزل التوتال هارمونيك ديستورشن ل 3.07% اللي هو الكرنت اللي هون اللي هو تقريبا يعني فيها في ديستورشن بس اقل كثير من الديستورشن ومركز الديستورشن هون وفي شويه هارمونيكس موجوده هون فاحنا باستعمال البولس ويت موديليشن قدرنا نتخلص من الهارمونيكس اللي موجوده فكانه السيجنال الاوتبوت فولتج اللي طالع لو حطيت عليه لو باس فلتر ببين ساينوسويد الان هلا بدنا نروح على 25 هرتز متذكرين المره الماضيه 25 هرتز اذا خلينا الموديليشن اندكس على 1 بيطلع الكرنت ديستورتد فراح نروح الان على 25 هرتز راح انزل الاوتبوت فريكوانسي ل 25 هرتز وما راح اعمل ما راح انزل الموديليشن اندكس في البدايه حتى نشوف ايش بصير المفروض انا شو انزل الموديليشن اندكس للنص يصير المفروض يصير 0.5 راح نعمل اوكي ورن طبعا هذا كله احنا عملناه هون مفترضين هذه دي سي وهذه دي سي المفروض هلا الموديل لما نطور الموديل نشيل هذول الاثنين دي سي نحط كاباستر نحط uncontrolled 6 بلس ريكتيفاير او 12 بلس هلا هذا الا يكون في له تاثير على الاوتبوت كمان لانه بطل عندي الفولتج دي سي فولتج على الدي سي بس رح يبطل بيور دي سي رح يصير فيه هارمونكس الان نطلع على شكل الكرنت هي طلع على شكل الكرنت كيف هون خلينا نعمل عليه زوم كمان واضح انه الكرنت ديستورتد واحد اسباب الديستورشن صار في ساتوريشن في الماجنتيك كور تبعت المحرك والسبب اني ما نزلت ام اي من 1 لنص قبل ما نظبط الام اي خلينا نطلع على التوتال هارمونيك ديستورشن تبع الكرنت باستعمال نفس الطريقه راح نعمل اف اف تي اناليسيس راح اخذ السيجنال الرابعة اللي هي الكرنت انا هلا بهمني رح نعمل نفس الشيء الديسبلاي هلا بتلاحظوا هون في فيري هاي توتال هارمونيك ديستورشن في الكرنت قديش كان بحالة ال 50 هرتز 3% قديش هلا صار هون 57% فعندي هون في فيري هاي توتال هارمونيك ديستورشن والسبب انه الكرنت صار ساتوريتد وصار ساتوريشن لانه الكور عماله بصير فيه ساتوريشن الماجنتيك كور عم بصير فيه ساتوريشن نعم قدمت المفروض تصير 50 اه صحيح مظبوط ممتاز انك انتبه جيد اوكي هاي لازم نظبطها ل 25 ونعيد اوكي نزل عندي مظبوط كان تو هاي مظبوط تو هاي اوكي صار 7.61 بس هلا بشوفوا كيف رح يرد ينزل كمان 7.61 الغلط اني كنت حاط هون خليتها 25 سكر هاي ونغير هلا هون رح نغير هذا الان ل 0.5 هيك ضبطنا الموديليشن اندكس احنا لسانا على فكره هون اذا طلعنا على الفي اف كيرف لسانا على الفي اف كيرف هون على الخط اللي بمر في الاوريجن ما عملنا بوست لانه احنا مش معتبرين ال 25 هرتز لو فريكونسي فما عملناش لو فريكونسي بوست نعمل جنريشن تذكروا كان التوتال هارمونيك ديستورشن للكرنت 7.61 هذا تي اتش دي بالكرنت لما كانت ام اي بتساوي 1 هلا احنا اخذنا ام اي بتساوي 0.5 وبدنا نشوف تي اتش دي اي لما غيرنا هاي ورح نطلع اول شيء على شكل الكرنت نشوف كيف شكل الكرنت ويف نطلع على شكل الكرنت ويف فورم لما نلاحظ طبعا تحسن شكلها كثير اقرب كثير للساينوسويد مما كانت قبل شوي هلا نشوف هذا الاثبات له بالفاست فورير ترانسفورم هلا نفس الشيء عندنا هون نتاكد انه هاي 25 مظبوط نعمل ديسبلاي للسيجنال
input 4 صحيح. نعمل بالسبب. فنزل عندي الان كان 7.6 هلا صار 0.75 نزل لعشر القيمه الاصليه تبعته البي اتش دي. هي اللي هي هون هي 0.75. فلما استعملت الام اس صحيح نزل عندي التي اتش دي توتال هارمونيك ديستورشن من 7.61 الى 0.75%.